نفس البشرية والله، أو بين الكنيسة والله. صحيح زي ما قال داود، أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله واسعة. وداود نفسه في المزمور 103 يتكلم عن رأفات ربنا الكثيرة، ويقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا، بل مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. ربنا في حنوه ورأفاته لا يعتمد فقط على محبته، وإنما على عدله أيضا، على عدله أيضا. بعدل ربنا يعرف إن البشر طبيعتهم ضعيفة، وإنهم لبسوا جسدا من المادة، له ضعفاته. وبعدله أيضا يرى إن الحروب التي تقع على البشر حروب شديدة، سواء من الشيطان أو من المادة أو من البيئة المحيطة بهم. ولذلك في عدله يشفق على هذه البشرية الضعيفة، يشفق عليها حتى في حالة الخطية. ولذلك يقول الرسول كلمة لطيفة جدا، يقول: حيث كثرت الخطية كثرت النعمة جدا. يعني منين ما ربنا يجد ان الخطية بتكبس على الإنسان، يبعث له قدر كبير من النعمة لكي تنقذه من هذه الخطايا. ولذلك نرى ان داود يقول له في المزمور: لو كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. ربنا ما بيقعدش يرقب آثام الناس علشان يعاقبهم. ربنا غاوي يغفر أكثر من أن هو يعاقب، ويطول باله. والعجيب أن كثير من القطاع الذين لا يبحثون عن الله، الله هو اللي بيبحث عنهم. في قصة الخروف الضال هو اللي بحث عنه لغاية لما لقاه. في قصة الدرهم المفقود هو اللي بحث عنه لغاية لما لقاه. مش بس كده، وإنما ملائكته يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ربنا صبر على روسيا الشيوعية 70 سنة بيقولوا ما فيش ربنا. صبر لغاية لما جذبهم للإيمان مرة أخرى، ورجعوا دلوقتي روسيا بقت أكبر دولة أرثوذكسية في العالم من جهة العدد، أزيد من 120 مليون في الإيمان كانوا في الجو الشيوعي اللي بيقول ما فيش ربنا. لكن صبر عليهم، ربنا يطول باله لغاية لما يرجع الناس إليه، زي ما طول باله على شاول الطرسوسي، وزي ما طول باله على المرأة السامرية،
وزي ما طول باله على زكى العشار، وزي ما طول باله على كل الخطاه الذين تابوا، على أغسطينوس، على موسى الأسود، على مريم القبطية، على بيلاجيا، على أمثال هؤلاء، على أريانوس والي أنصنة اللي كان أصعب واحد بيضطهد الكنيسة أيام ديوقلديانوس، بل طول باله على الدولة الرومانية اللي أتعبت المسيحية أكبر تعب، فضل مطول باله عليها لغاية لما صارت دولة مسيحية وبقى اسمها الدولة الرومانية المقدسة. عجيب ربنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. الله الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، حتى في الأيام الأخيرة اللي هي أصعب أيام. قال لو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، قصر تلك الأيام من أجل الناس عشان يقدروا يمروا. أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله كثيرة. من ضمن مراحم الله الكثيرة الغفران اللي عنده. في مثل يقول الآتي: الله دائما يغفر، البشر أحيانا يغفرون، والطبيعة لا تغفر أبدا. الله يغفر جميع الخطايا لجميع الناس، مش بس يغفرها، يقول لا أعود أذكرها، لا تحسب عليهم. يقول على الإنسان الخاطئ إنه يغسله فيبيض أكثر من الثلج. يقول الكتاب: فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، البار من أجل الأسماء. حتى ربنا الطيب فيما يؤدب، يؤدب بحب، الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجرح ويعصب ويداه تشفيان. عاقب بالسبي وفي نفس الوقت أعطى وعودا بالرجوع من السبي. يقول عنه الكتاب: يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والخاطئين. ده العجيب، حتى الأرواح الشريرة لما طلبت منه طلب انه يأذن ليها انها تدخل الخنازير استجاب للطلب، قال لهم ما فيش مانع. حتى الأرواح الشريرة تستجيب لطلبها، معلش نديهم مبدأ تكافؤ الفرص في حدود معينة يعني. ونفس الوضع استخدمه في تجربة أيوب، عشان عايز يجرب يقول له جرب بس في حدود معينة. لن نجد أطيب من ربنا ولا أكثر شفقة ورفقا منه. الله الذي دائما يعين الضعفاء ويقف مع المنكسر القلوب وينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. اتفضل مصر.